اليوم رحنا تجمعنا هنايا في هذا المنتدى هذا من بعد ما عندنا في البلاد راه 4 شهور هذه 4 شهور والناس كانت 4 شهور والناس كانت دير مظاهرات يوم الثلاث ويوم الجمعة هذه 4 شهور هذه والناس في كي كانت تقاتل. يا الله وصل الخبر اليوم في الرباط الحمد لله الرحمن الرحيم هذا الخبر والصدى ديال فيقيك وصل الرباط. كنتمناو ان شاء الله الرحمن الرحيم هاد المظاهرات هادو كلهم رحنا ضد تفويت ماء فيقيك للشركه لا للشركه في مدينه فيقيك الماء ديالها من زمان وهو ديال الناس ديال فيقيك تقاتلوا عليه وجبدوه سواء عيون سواء في الماء الصالح للشرب ودابا اللي بغات تاخذوا الشركه. اهل فيقيك كلهم ناس ضعاف الشركه ما تقدرش تحمل الناس ديال فيقيك ما يمكنش اليوم يتحملوا الاعباء ديال الشركه. الله رحنا ضد اليوم هذا المنتدى ان شاء الله الرحمن الرحيم نتمناو يكون عنده صدى ونتمناو هذا المنتدى هذا يكبر والصوت ديالنا يكبر حتى يلحق امام البرلمان هنا في الرباط باش الصوت ديال فيقيك يوصل ان شاء الله الرحمن الرحيم. رحنا جينا نساندوا اهالينا فيقيك ونضموا صوتنا لصوتهم لا للشركة. هاد الشركة ما بغيناهاش حيث الفاقي كاملين من بكري كيتصرفوا في الماء ديالهم وخدموا عليه وداروا تويزة وداروا اجتمعوا داكشي اللي عندهم باش يخدموا الشبكة ماشي تجي الشركة تلقى كلشي موجود وما عندنا ما نديروا بها وخا تخدم راه الماء ديالنا يبقى ديال فيقي. هادشي اللي بغينا وجينا ناكدوا الحضور ديالنا باش نساندوا اهالينا في فيقيك حيت حتى حنايا راه فيقيك كنمشيو تما واخا راه حنا في قنيطره القلب ديالنا راه مع البلاد ديالنا. من شي يعانيو هما تيعانيو من هما من ضمن يا بداتهم يا بعدا ما كانش شي مشكل ولكن الشركه الا جات اللي غدير المشكل حيت دابا هما المشكل تجيهم الفاتوره حيت كتعاونهم الجماعه حيت الناس ما فحلهمش ما كانش استثمار ما كانش شي حاجه اللي تجيبو منها الاخر باش تعاونهم. عندهم داك الماء اللي بقى ليهم كلشي مشى ليهم غير الماء اللي بقى ليهم وكيناضلوا على ود باش ما تدخل الشركه تخسر ليهم داك الحاجه الوحيده اللي بقات ليهم. وجيت اليوم باش ناكد التضامن ديالي مع الحراك لان الماء بالنسبه لفيقيك هو عصب الحياه لان هذاك الماء جدودنا جابوه من الانفاق وحفروه بظفارهم وبرعاقهم وبدمهم وفي اخر المطاف كتجي الشركه تستغل داكشي اللي كاين وحنا انا كنضم الصوت ديالي للحراك بما فيه النساء والرجال وكاع الناس ديال فيقيك. وبالنسبه للماء ديال فيقيك لانه اشنو هو الرمز ديال فيقيك؟ الرمز ديال فيقيك هو الماء والنخله. الى ماتت النخله مات فيقيك. فيقيك معروف بالماء والنخله والتضامن ديالي مطلق مع الساكنه ديال فيقيك وكنتمناو انه المشكل يتحل لانه هادشي هذا طوال بزاف. وثانيا هذاك المساله ديال الشركه راه ضرب الفيقيك والفيقيك بصفه عامه. بالخصوص اللي خصنا ناكدوا عليه هو ان فيقيك مدينه حدوديه حاليا دابا راها بين المطرقه وسندان بين مطرقه الحدود وسندان الشركه مهمشه لا تنميه لا حتى شي حاجه. فيقيك كتعاني الناس وبالخصوص المقيمين فيقيك كيعانيوا. وجات المناسبه باش نحطوا نقط على الحروف لانه اولا وقبل كل شيء كيعانيوا من المشكل ديال التطبيق. فبين فيقيك وبوعرفه 108 كيلومتر بمعنى انه انسان الى شداته شي كريز في فيقيك خاصو 108 باش يوصل لبوعرفه ويمكن يوصل لبوعرفه يقول لي دير وجده بين وجده وبوعرفه 300 كيلومتر بمعنى انه 400 كيلومتر بين فيقيك وبوعرفه بين فيقيك وجده يموت اللي يموت وكاين اللي مشى مات في الطريق ورجع
كاين اللي وصل ومات، ولذلك انا كنضم الصوت ديالي الصوت ديال فيكيك باش غير على قضيه الماء، على قضيه التهميش اللي كتعيشوا المدينه، كتعيش تهميش وتهميش ممنهج. ولذلك حنا كنرفعوا صوتنا وكنطالبوا بان هذيك المدينه حتى هي تعطاها الاهميه.